كانت الغابة كبيرة وفسيحة بحيث بدت وكأنها لم تكن هناك نهاية لها. هنا شجيرات الحور البنفسجية المنخفضة مختلطة مع أشجار البتولة الصغيرة المرقطة، وهناك أشجار الصنوبر الصامقة الجبارة محاطة بشجيرات العرعر النفاذة الرائحة، وغيوم شفاقة واطئة تنساب فوقها كسولة غير ملحوظة، وصمت أشبه بصمت الموت يرين في أرجائها لا يعكره سوى صوت عصفور وحيد كان يصيح مغردا في مكان ما على وتيرة واحدة: اشتري حصواتي، اشتري حصواتي. وقطع إيريكوف حبل هذا الصياح من ذهنه ونهض واقفا ونخس برأس حذائه فاسكا الذي كان النعاس مستوليا عليه وقال: هيا لقد حان الوقت. ونهض فاسكا من رقدته ببطء وتمطى، وبحركة مألوفة لديه علق سلاحه الأوتوماتيكي حول عنقه وتثاءب. وكان فاسكا رجلا قصير القامة شاحب الوجه بشعا ذا رأس كبير تكشف ابتسامته عن أسنان صغيرة سوداء، وقد تمنق بحزام عريض من القنابل اليدوية، وكانت عيناه الوقحتان الشبيهتان بعيون قطاع الطرق والمحاطتان بشبكة من التجاعيد تبدوان مرحتين تثيران الاستفزاز لص نهاب ذو ماض حافل بالإجرام. وكانت له شهرة في فرقة الجنود المتطوعين البواسل لأعماله الطائشة اليائسة، ولهذا فقط، لشجاعته المتواصلة ولغلاظته الحيوانية والاستخفافه بكل ما هو إلهي وإنساني، انتقاه إيريكوف كرفيق له. وكان إيريكوف في حاجة لرجل كهذا، لأنه هو أيضا لم تكن الشفقة تعمر صدره، بل كان الموت يعمر صدره. عوضا عن ذلك، حتى إن فاسكا الداهية كان ينظر إليه بقليل من الخوف والهيبة. وكرر العصفور صائحا: اشتري حصواتي، اشتري حصواتي. وصار إيريكوف يخطو بثقل على الأغصان الساقطة بحذائه العسكري، وذهنه الملتهب غارق في لجة من الذكريات المتواصلة المتكررة التي لم تعطه راحة لا في الليل ولا في النهار، وكأنه في حلم مزعج. تعلقت المياه الزرقاء تحت شمس الصيف البراقة وتكسرت رقرقتها على جانب المرفأ، جاعلة بقع الزيت القزحية الألوان تتلاعب صعدا ونزلا على الأمواج الهادئة. وكان عمال الميناء الذين كان العرق ينضح من أجسادهم يستبردون في ظل المستودعات ويستريحون بعد عملهم الشاق، يلوكون الخيار والخبز ويتحدثون باسترخاء ومرح. ثم راح أحدهم يغني بصوت ناعم: بقيت مرة مع محبوبتي جلافيرا واسترحت على فراشها الناعم كالفجر. وتلقف الآخرون الأغنية وراح يغنون: وأردت شربة ماء ولذا سألقيها بهدوء. واتكى إيريكوف بجانب آخر المستودعات يستمع إلى الأغنية، وكان منزوع القميص وصدره العاري الملوح في الظل، بينما كانت ساقاه في السراويل الواسعة المصنوعة من قماش القلوع ممدودتين في الشمس الساطعة. كان في 18 من عمره ويتمتع بشبابه، وازداد إحساسه بالسعادة عندما ذكر نفسه بأن دروس الجامعة تنتظره في هذا الخريف، حياة الطلاب. وعاد إلى الأغنية: واعطني ماء ثم رغبت في أن تعطيني مزيدا. واستمر الغناء بين الصفير والهتافات، وبغدا صاح صوت فوق إيريكوف المضطجع: ملاح يا ملاح. ونهض فرأى فوقه مباشرة تحت الشمس فتاة صغيرة لا يزيد عمرها عن 12 واقفة وهي في ثوب قصير خفيف، ولأنها كانت في اتجاه الشمس لم يظهر في وجهها سوى ملامحه، وشعرها الفاتح اللون كان كهالة حوله كثيفا متطاير الخصلات بدون ترتيب. وتساءل إيريكوف بخمول: ماذا ترومين؟ وخطت الفتاة فوق ساقيها، فلاحت له ابتسامة حلوة على شفتيها وبريق من السعادة في عينيها الرماديتين، وبيد ممسكة بطرف ثوبها تشد إلى أسفل
مدت يدها الصمراء النحيلة الأخرى التي لوحتها الشمس وقالت: يا ملاح اشتري حصواتي. وفتحت قبضتها المتسخة الصغيرة، فظهرت على راحتها المبتلة كومة صغيرة من حصى النهر متعددة الألوان. وتساءل إريكوف مندهشا: وماذا أفعل بها يا ترى؟ فقالت: إن هذا الحصى ليست حصى بسيطة، إنها حصى تجلب الحظ، أتشتريها؟ ولوت حاجبيها الرشيقين المستقيمين قليلا، وومضت عيناها اللتان كانتا ترمقان إريكوف مباشرة بشوق وشرود. وابتسم إريكوف وراح يلعب بالنقود الفضية في جيبه حتى سمع رنينها وقال: حسنا سأشتريها، بكم؟ ودارت حول نفسها وهتفت الفتاة: ب100,000. وقفزت فجأة ثم رفعت يديها وراحت تغني: لن أبيع، لن أبيع، لن أبيع. واختفت هكذا وهي تبرم بين أكياس الملح. أمضى إريكوف عطلته الصيفية لسنته الأخيرة كطالب ببيته في بلدته سمولنيسك، وهي إحدى الأمسيات الجميلة، ووقف في الصف ليشتري تذكرة للسينما. وكان اليوم أحد، وكان هنالك جمهور محتشد. وعندما أتى دور الفتاة التي كانت أمامه، أعلن صراف التذاكر فجأة بأن التذاكر قد نفذت وأغلق الشباك الصغير. فقالت الفتاة بخيبة وهي لا تخاطب شخصا معينا: هذا هو الحال دائما. والتفتت ملقية نظرة شاردة على إريكوف وغادرت مكانها. والتفت إريكوف غريزيا وراح يتبعها ويخاطب نفسه: أين ومتى رأى هذا الوجه الصبوح وهاتين العينين الرماديتين يعلوهما الحاجبان الرشيقان؟ حاول جاهدا أن يتذكر ولكنه لم يفلح. ووصلت الفتاة منصة الرقص وألقت بحقيبتها اليدوية خلف ظهرها وراحت تؤرجحها ببطء وهي ترمق أزواج الراقصين. وكانت ساقاها الرشيقتان المدبوغتان في جوارب قصيرة بيضاء، وقدماها في حذاء منبسط خفيف. وابتسم إريكوف وعض شفته وتذكر فجأة وقال وهو يسير نحوها ويرمقها من أعلى إلى أسفل: يا لي من غر، إني أعرفك. وأجابت الفتاة: ولكني لا أعرفك. والتفتت جانبا وقال إريكوف بهدوء ووضوح: يا ملاح اشتري حصواتي. والتفتت الفتاة بسرعة وقد احمر خداها وتسمرت عيناها على إريكوف لفترة طويلة ثم ابتسمت. هذه هي الكيفية التي بدأ فيها حبهما، ذلك الحب الصالح الحقيقي القوي الذي يربط البشر منذ البداية وإلى الأبد. وأخيرا يوم الزفاف بانتظار حصول إريكوف على شهادته الجامعية، فمر الصيف وتبعه الخريف ثم الشتاء فالربيع، ثم تقرر أن يكون يوم الزفاف في نهاية حزيران. ولكن في 22 منه بدأت الحرب، فأرسل الملازم إريكوف إلى الجبهة الوسطى. وكان إريكوف يعلم منذ اليوم الأول بأن من الواجب عليه أن يبقى حيا حبا لها، وبقي بالفعل حيا. لقد جرح وأصبح أسيرا وهو فاقد وعيه، ثم تماثل للشفاء وهرب من الأسر حتى وصل بلدته سمولنيسك وانخرط في مفرزة غريبوف للجنود المتطوعين. تقصفت الأغصان الجافة تحت الأقدام، وامتدت الغابة المظلمة وعلت كجدار سامق نحو السماء الحزينة المشوبة بسحب كالدخان. وراح فاسكا يمضغ قطعة من الخبز الجاف ويتطلع أمامه على كتفي إريكوف العريضتين وإلى سلاحه الأوتوماتيكي ويفكر بالمهمة العاجلة: نسف رئاسة الألمان في سمولنيسك. ثم يفكر بإريكوف، لقد كان على أحر من الجمر لمعرفة ما يدور في ذهن الملازم. وكان قد بلغت مسامعه حكاية عروس الملازم وكيف أن زمرة من الجنود الألمان السكارى اغتصبوا عفافها، اغتصبوها بوحشية اللعينة ثم قتلوها ورموا بجثمانها المعذب في خندق بجانب الطريق. وفكر فاسكا، إنه سيصليهم بناره، وأغلب الظن أننا لن نغادر سمولنيسك أحياء. وزقزق العصفور: اشتري حصواتي، اشتري حصواتي.
فاقتضب إيريكو في مشيته بغتة، ونثر سلاحه الرشاش عن كتفه وأمسك به، ونمت قصمات وجهه الشاحب عن عذاب ليال كلها سهاد وأرق. ثم راح يحملق بعينيه الزائغتين في قمم أشجار الصنوبر وهو مشدود الحاجبين، ثم صاح: أين هو؟ وإذ تحقق فاسكا أن الملازم كان متأهبا لإطلاق النار على العصفور، خاطبه بحذر قائلا: من الأفضل ألا تطلق النار يا رفيقي، إن ذلك سيحدث صوتا. وغرد العصفور بعناد: اشتري حصواتي، اشتري حصواتي. وكرر إيريكوف قائلا: أين هو؟ ثم رفع رشاشه وأطلق النار. وقال فاسكا بخيبة وهو يتتبع طيران العصفور بناظريه: لقد طار. وحوالي الظهر بلغ فسحة خالية من الأشجار في الغابة، حيث تناهى إلى مسامعهما صوت آلة آت من مكان ما منها، فاختبأ بين العليقات قرب حافة الطريق، وأتت سيارة شحن ألمانية ثقيلة تتمايل فوق الحفر على الطريق وهي محملة بالهشيم. وهيأ إيريكوف قنبلة يدوية، وفي اللحظة التي استوت السيارة فيها أمامهما رمى القنبلة على المكان الذي يجلس فيه السائق، ودوى صوت الانفجار في الغابة. وعندما رفع إيريكوف رأسه رأى السيارة وقد سقطت في خندق، وهبة كثيفة من الدخان تنبعث من مقدمتها المهشمة، ثم اندلعت فيها النيران. وقفز جنديان من بين الهشيم، وراح أحدهما يرقد بجنون، ولكن لسبب غريب لم تكن الغابة وجهته، بل كان يرقد على قارعة الطريق. وعندما جندله فاسكا برشاشته رفع الجندي يديه بارتباك وسقط على وجهه في الأخدود، وتحصن الجندي الثاني وراء السيارة المحترقة، وراح يطلق النار على إيريكوف ورفيقه كيفما اتفقا بدون هدف، مغطيا بذلك خوفه. ولكن إيريكوف زحف إلى جانب وأرداه قتيلا، غير أن الحياة لم تكن قد فارقته عندما وصل إلى جانبه، إذ كان مستلقيا على ظهره ووجهه مخضب بالدماء يفركه بيديه الملوثتين وكأنما كان يغسله. وأتى فاسكا بعد أن فتش السيارة وقال بعد أن رأى الجندي على ذلك الحال: تبلع، لقد تمزق وجهه وتهشم، ومع ذلك فإنه لا يزال يتنفس، ابن الزنا. ثم أردف بهدوء: إن هذه أول دفعة نكيلها لهم انتقاما لحبيبتك أيها الرفيق الملازم. فصاح به إيريكوف عابسا: اخرس. وسحب مسدسه وأفرغ 3 رصاصات على الكتلة الدموية. وكان اللهب في هذه الأثناء قد انتشر في السيارة وبدأ الهشيم في الاحتراق، وكان عليهما أن يسرعا. فقطع الخندق وكان على وشك الدخول في الغابة عندما لمح فجأة شيئا يلمع بين شجيرات العرعر، التمع مرة ثم مرة أخرى. فصاح فاسكا وهو يقبع مختبئا: قف عندك. وصوب رشاشته واحتمى إيريكوف خلف شجرة ورفع سلاحه أيضا، ولكن فاسكا راح يهتف بتهكم: اخرجي، اخرجي يا. وأخذ يمعن النظر بين الشجيرات، ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة ملتوية وأعلن بمرح زائد: إنها كلبة يا صديق الملازم، حسنا لتحل علي اللعنة، إنها كلبة. وتقدم دون وجل نحو الشجيرات وهتف آمرا: اخرجي يا أنسة، إن هذا ليس مكانا للعب. ثم راح ينخش بكعب بندقيته بين الشجيرات. وخرجت الفتاة من بين العليقات، وكانت فتاة صغيرة نحيفة في الزي العسكري الألماني الخاص بممرضات الصليب الأحمر. ورجعت القهقري واستندت إلى شجرة صغيرة من البتولة وطوقت جذعها من الخلف بذراعيها المرتعشتين، ثم أخذت تهبط وظهرها مستندا إلى شجرة البتولة ترفع نفسها على أصابع رجليها كأنما كانت ترغب في أن تثبت نفسها في الشجرة، أن تذوب فيها وتختفي، وجسمها يتثنى ذات اليمين وذات الشمال. ولكن شعرها القصير القاتم المشعث لم يكن يتحرك، وكانت عيناها البندقيتان نديتان الواسعتان بشكل غير مألوف تتطلعان برعب صبياني إلى إيريكوف، حتى إنه أشاح بوجهه جانبا للحظة، وعندما نظر إليها ثانية لم تفارقها نظراته. ومن الجلي
أنها كانت قد آذت نفسها عندما سقطت من السيارة لأن ركبتها اليسرى كانت بارزة من ثوبها الأخضر الملطخ، وقد استحال لونها إلى زرقة قاتمة، وكان على عنقها النحيل خدش قرمزي كبير، وخدش مماثل آخر امتد على وجنتها من الصدع حتى الذقن. ساد الصمت بين الثلاثة، وأز اللهب وهو يطلق كميات من الشرر، وأنار الغابة والطريق والعليقات، وجثتي الجنديين، والأشخاص الثلاثة الصامتين المواجهين الواحد منهم للآخر، وأصبغ عليهم من نوره حلة بلون النبيذ، وتحقق الثلاثة أن سكوتهم لم يكن سوى نتيجة ما أتت به قلوبهم وعقولهم من عمل جنوني رهيب. ولم تستطع الفتاة احتمال هذا الصمت، فانزوت جانبا ترتعد مغمضة عينيها، وتدحرجت على وجنتها دمعة وحيدة يائسة اصطبغت بلون اللهب تاركة على بشرتها أثرا لامعا براقا. وصاح إيريكوف آمرا وهو يشير بفوهة بندقيته باتجاه الغابة إلى الأمام. لم تفهم الفتاة ما قال، فألقى فاسكا بقبضتيه على كتفيها ودفعها باتجاه الضرب الذي لم تكن معالمه بادية تقريبا. وراحت الفتاة تسير طائعة وهي تعرج قليلا وتنظر إلى الخلف خائفة، وسبقها فاسكا آخذا المقدمة وتبعها إيريكوف في المؤخرة. وصاروا لفترة طويلة والسكوت يخيم عليهم وهدوء الغابة يقلقهم، وبدا كأنما لم يكن هناك لقاء مع الألمان إطلاقا، ولا سيارة محترقة ولا صدام ولا قعقعة سلاح. لم يحدث هناك شيء سوى إضافة شخص ثالث غير ضروري البتة، رفيق عظيم قضى على جميع المخططات والتحسبات. وإذ تحققت الفتاة بأن إيريكوف كان القائد وأن حياتها موقوفة عليه، راحت تلتفت وراءها بين الفينة والفينة محاولة أن تفسر وضعها بكلمات مضطربة متلجلجة، بأنها ليست سوى ممرضة وأنها مزمعة على الذهاب في الأسبوع المقبل دون إبطاء في فرصة لرؤية والديها في برلين، وأنها لم تسبب مضرة لأي إنسان في حياتها على الإطلاق. ولكنها عندما كانت ترى عيني إيريكوف وحملقته الباردة الخالية من الإدراك كانت تجفل وترتد خائبة وتسكت، وأعادت القرة مرات ومرات محاولة إيضاح وتفسير كل شيء منذ البداية. والتفت فاسكا أيضا في عدة فرص وسأل ماذا عساهما يفعلان بالفتاة الألمانية، ولكن طالما أن إيريكوف نفسه لم يكن يعلم ماذا يفعل بها لم يكن له الخيار سوى الأمر بالسير قدما، ولم يكن بوسعه إطلاق سراحها لأنه لم تكن لديه السلطة على ذلك ولا الرغبة أيضا، وكذلك لم يستطع أن يرسلها إلى المعسكر مع فاسكا لسببين: أولا سيغدو من العسير عليه تنفيذ المهمة الملقاة عليه وحيدا، وثانيا ستكون الفتاة عرضة ليتلقفها الجنود المتطوعون بين أيديهم. وبدأ المطر يتساقط في هدوء، فسمع لوقوعه على أوراق الأشجار حفيف رتيب، وأخذ التعب من الفتاة فراحت تعرج بوضوح أكثر من ذي قبل، ثم توقفوا وجلسوا تحت صنوبرة ضخمة وارفة شبيهة بالخيمة. وقال فاسكا بحيرة: إلى أين نسوقها؟ لا أدري، انظر إلى ركبتها، إنها لن تستطيع الصمود ميلا آخر. وبالفعل كانت ركبة الفتاة قد تورمت وسودت أكثر فأكثر، ولكن إحساس الخوف كان طاغيا على إحساس الألم، فلم تشعر بركبتها الموجوعة. إن جميع انتباهها كان منصرفا نحو وجه إيريكوف، حيث كان جالسا ورأسه منحن ينكث الأرض بكعب بندقيته بهدوء. وأتى فاسكا بشرائح من الخبز واللحم المقدد وناول السجينة حصة كبيرة وقال: خذي كلي. ولكنها هزت رأسها ونظرت إلى إيريكوف بعذاب وأمل. وعلى حين غرة سمع صوت هادئ وحزين آت من بعيد، فتملكت إيريكوف الرعشة ورفع رأسه وتجاوب التغريد مرة تلو المرة: لقد كان العصفور ذاته يغرد. والتفت إيريكوف نحو فاسكا شاحبا وأمره بهدوء محاولا ألا ينظر إلى السجينة: يا شويش اقتلها. فسقط الخبز من يدي فاسكا لدهشته وعدم توقعه هذا الأمر المفاجئ، وتساءل: من هي؟ وقال إيريكوف:
من إذن؟ ليس أنا بالطبع. وأسرع، سر بها وكأنك تريد أن تأخذها إلى المعسكر. سر نحو 200 خطوة ثم اطلق النار عليها من الخلف. ونهض فاسكا ببطء وهو لا يزال غير متفهم تماما معنى هذا الأمر. وصاح إريكوف: أسرع. وأجاب فاسكا: أمرك يا رفيق الملازم. ونادى إريكوف مرة أخرى: أسرع. والتقط نظراته بنظرات الفتاة لبرها، لو طالت أكثر من يدري. ولكن فاسكا أخذ يجرها من ذراعها نحو الغابة ويقول لها: المعسكر، تعالي المعسكر. وقاومت الفتاة وهي تصيح قائلة شيئا بالألمانية لإريكوف، ولكنه كان واقفا الآن معطيا ظهره إياها وهو منحن قليلا ومنفرج الساقين، وبدا كأنما هو نفسه كان ينتظر الرصاصة أن تخترق قفاه. وصاح مرة أخرى على فاسكا: عجل، خذها من هنا بسرعة. وراح فاسكا يغمغم بالألمانية: تعالي المعسكر. ولكن الفتاة نثرت يدها من قبضته وجلست على الأرض وراحت تنظر إلى فاسكا باستعطاف ورجاء، ولكن فاسكا تحاشى نظرتها وسحبها من كتفها قائلا: تعالي تعالي. وفجأة راح يصرخ بجنون: انهضي انهضي حالا يا كلبة. وأخذ يدفعها قصرا، وبعد إذن تبعته طائعة وهي تمشي كإنسان أعمى تتعثر وتسقط خادشة ساقيها العاريتين بالنباتات والأغصان الجافة. وعندما لم يعد يسمع صوت أقدامها، وعندما غرقت الغابة مرة أخرى في الصمت الذي لم يقطعه سوى خشخشة المطر الذي لم يقلل الصمت بأي حال بل كثفه وزاده حولة، من صمت ميت إلى صمت حي غامض يحاول أن يهمس شيئا. عندئذ فقط سوى إريكوف حدبة ظهره المنحني وفتح قبضتيه المتوترتين ونظر حوله، ثم هتف بصوت مسموع بعد كلمات لا معنى لها وجلس على الرابية، وتملكه نسيان شبه واع وغريب، ولم يتذكر كم مر عليه من الوقت. أكان ذلك دقيقة أم ساعة؟ إن كل ما تذكره كان صورا مجزأة مزدحمة تطغي على بعضها البعض، مرة يرى فتاة صغيرة يدها ممدودة وعلى راحتها كومة صغيرة من الحصى المتعدد الألوان، ومرة أخرى يرى شخص فتاة ضعيفة تضغط بظهرها على شجرة البتولة ودمعة على خدها، وأخيرا يرى زمرة من الجنود الألمان مزدحمين حول شيء فظيع، جسد ممدد دون حياء على الأعشاب. ولكنه عندما استعاد رشده لم يكن يعي سوى الصمت والفراغ، ولم يكن في وسعه أن يدرك حالا أين هو وما الذي كان يجري حوله. كانت غيوما قاتمة تنساب فوق رؤوس الأشجار المتمايلة، ورذاذ المطر المتواصل تحول إلى قطرات متماسكة متباعدة، قطرات منفردة تنزل كالمطارق تنقر بهدوء وانتظام على أوراق الأشجار الساقطة الغضة التي كانت تغطي الرابية. وبغدا تذكر إريكوف أمره الفظيع الرهيب، وفي نفس اللحظة وكأنما لكي يستعيد الحقيقة المخيفة بأن أمره قد أعطي فعلا، سمع صوت طلقة، طلقة وحيدة عالية بشكل غير طبيعي مزقت سكون الغابة وملأت حالا كل شيء حوله بعذاب شديد لا يطاق، وكان مصدرها من وهدة قريبة. وجذب فاسكا نفسه بالعليقات وصعد في الوهدة وتقدم يتمايل بجسارة نحو إريكوف وهو يتحاشى مرور الأماكن المرتفعة بحذر. وعندما وصل دفع بقبعته إلى قفاه، ثم راح يفك أزرار قميصه الكاكي الملوث على مهل إلى أن بان صدره المشعر الأسود الذي كساه العرق. وبعد أن عتم نظرة عينيه الوقحتين قدم تقريره بهدوء قائلا: ما أبدع ما كانت عليه تلك الفتاة الألمانية قبل موتها. ثم كسر أسلوجا من العليقات التي أمامه وراح ينظف الوحل العالق بركبتيه بانشغال، ثم أضاف بنفس الهدوء: إن هذا ما يفعلونه بنا ونحن نفعله بهم يا رفيق الملازم، هكذا تجري الأمور. ولكن إريكوف وقف على رجليه مترنحا وهتف بصوت مبحوح كاد لا يسمع: فاسكا. ماذا؟ وكان لا يزال محدودبا
ولكنه رفع رأسه فقط لتلتقي عيناه بعيني إريكوف اللتين كانت الآن واسعتين بشكل غير طبيعي وباردتين، وصوى ظهره ببطء ثم قسم العسلوج بين أصابعه وسأله مرة أخرى: ماذا؟ فاسكا، فاسكا، اذهب وقف بجانب شجرة السنوبر. وسأل فاسكا السؤال غير المطلوب: ولماذا؟ قال إريكوف: لكي أراك كيف تبدو قبل موتك، قف بجانب الشجرة. وكان فاسكا على وشك الانقضاض على سلاحه الذي كان ملقى على الأرض عندما دفعه إريكوف من صدره بكل قوته، فسقطت القبعة من رأس فاسكا عندما اختل توازنه وانفرجت ساقاه، وراح يلوح بذراعيه بحركة خرقاء مترنحا إلى الوراء نحو 5 خطوات، وحاول أن يتماسك ويقف ولكنه لم يستطع ذلك فسقط على ظهره. وفي نفس اللحظة قبض إريكوف بيده اليسرى على ياقة قميصه ثم على حنجرته ورفعه بعد ذلك على قدميه وألصقه على جذع شجرة السنوبر الكبيرة، وكانت يد الملازم اليمنى تحاول انتزاع المسدس من جرابه، بينما كان فاسكا قد ألقى بقبضتيه الاثنتين على اليد التي كانت تخنقه محاولا أن ينتزعها عن حلقه. ودخلت أول رصاصة تحت عينه تماما في عظمة الوجنة، فتراخى جسمه وتهدل كثوب على علاقة في يد إريكوف اليسرى التي كانت ما تزال تخنقه، ودخلت الرصاصة الثانية في عينه ثم أفلته إريكوف من يده، فزلق جسم فاسكا على جذع الشجرة وانسل إلى الأمام معوج الساقين وتجمد قابعا ورأسه منكس على صدره، وبقيت على جذع الشجرة حيث كان رأس فاسكا قبل هنيهة بقعة مشوهة تسيل منها الدماء. وعندما ألقى إريكوف نظرة بليدة على الجثة رمى بمسدسه عليها، وكان سلاح فاسكا وجرابه ملقيين على الأرض، فركلهما إريكوف بقدمه وبضربة قصيرة قوية على جذع الشجرة كسر البندقية الرشاشة وبعثر شظاياها، ثم راح يتوغل في الغابة دون أي هدف، حاسر الرأس مشعث الشعر دون جدوى، وصار لا يرى شيئا، يلتفت آنا إلى اليمين وآنا إلى الشمال، ولربما كان يدور حول نفس المكان دون أن يعي ذلك، ثم طرح نفسه وتمدد بين الطحالب الرطبة وعفر وجهه في ثناياها. لقد سقط هناك فجأة وبدون أي حس، ثم راح يبكي عنوة ويخبط الأرض بقبضتيه، وسكت بعد ذلك فجأة أيضا وهدأ وانقطعت تناهداته. وأتى الليل وخيم الظلام على الغابة الحالمة، ولكن الرجل بقي منطرحا دون حراك، وساقاه متباعدتان ووجهه بين الطحالب الرطبة الباردة المنبعثة الرائحة، ولم تكن هناك أي عواطف أو أفكار أو دموع في عينيه المفتوحتين اللتين كانتا تلتمعان في الظلام، بل كان فيهما سبات وركود، ذلك الركود الرهيب الذي يكتنف الإنسان عندما يبتلعه فراغ مظلم. وعلى القمر في السماء وفاض على الغابة المظلمة بنور أخضر، ثم راح يعلو ويعلو مثلما فعل ذلك ملايين المرات من قبل. تمت بحمد الله.